تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم على البوند اف ام والا في انترنت على www.shamsfm.net. مرحبا بكم في سهرين مع سهيل الغداء والكيب الكل حتى لل11 نتاع الليل. مرحبا بكم على البوند اف ام والا في انترنت على www.shamsfm.net. سهرين كل يوم من 9 لل11 نتاع الليل، نحكيوا على المسلسلات، على البرامج التلفزيه، توسكي ما يتعدى في التلفزه وفي الاذاعه. دونك رمضان الكل حاجه اثارت الانتباه والناس الكل تفعلت معها كيما كل رمضان، يخرجوا نجوم من الإعلانات التلفزية. دونك فرحان باستقبال وبحثنا مختار بسام. أهلا وسهلا، شحوالك؟ صحة شريفتك. صفا الحمد لله. صحة لباس الحمد لله. مرحبا بك خويا بحثنا في شمس فيم. أنت أحد نجوم الإعلانات التلفزية رمضان السنة. فرحان الساعة ولا قبل كل شيء؟ أكيد واحد يعمل هكاي فرح يضحك العباد، يفرح العباد، تبداش فرحان. الحمد لله الحمد لله. باهي نعملوا رابيل صغير للاعلان. مش تحب تعرف علي مختار؟ تمثل قبل ولا اول مره؟ لا، عملت بيبق قديمه مع اوبيراتور. اي نفس المخرج، نفس البرودكسيون، معنا عملت معهم مقبلته وعودت معهم. به كيف جات الكونتاكت ولا كيف جات الفكره؟ حكينا مختار، معش خاطر اليوم الامباكت كبير برشا، معناتها الناس الكل نيني 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 نيني، الناس الكل معناتها تونس الكل، معناها حتى واحد يجي يرقد يجي نيني نيني نيني. ولا انا غلط؟ ما نعرفش برشا ناس معناتها اليوم. كنت تتوقع النجاح نتاع النجاح الكبير هذا؟ حقيقة ربي لا. معناها النجاح ضحكة باش تصير ضحكة نرمال اوكي. هي صار الضحكة في التصوير وكل ضحكنا عليها، برشا عباد فرحت بها بالتصوير. قلنا باش تمشي حاجة باهية مزيانة، حاجة تضحك. اما الكم الهائل الكبير هذايا نتاع العباد، ما حق تربية ما استنيتهاش معناها اوكي. اما ثم الضحك، معناها متأكدين اللي باش تضحك. به كيفاش تصرفت مع ما نعرفش اليوم انسان يكون قاعد على روحه، يلقى روحه ناس الكل، يلقى روحه تراند في البلاد الكل، بلاد كامله تحكي على الببليسيتي هذه، يعني بلاد كامله تعاود في الكلام اللي يقول فيه. كيفاش تصرفت مع الحكايه؟ والله تصرفت فرحان. من العباد كي تراك ني 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 بضحكه، تصرفت معهم بضحكه ما سبونتاني، فهمت؟ تجي تلقى العبادة تضحك، تلقى انت كنت في عادي ما يعرفك حد، توا تلقى روحك معروف. تتقلق؟ يقلق؟ فما ناس قلقتك في الشارع مثلا ولا؟ لا، انا فرحان. انت تعاملت معها بضحك. تعاملت معها بضحك. كيف شفتها؟ كيف شفتها اول مره في التلفزه؟ ما نعرفش اليوم فما ناس يقول لك شنو البساطه هذه مثلا، ولا علاش هكا معناها، ولا لواش تستضيفوا فيه في اذاعه؟ كيفاش تتعامل مع ناس كيما هكا مثلا اللي تنقد، اللي تقول لك معناها شنو، علاش معناها، علاش المصاطه هذه الكل؟ كيفاش ريتها؟ استغربت. ثم عباد معناها اليوم بالاخص اليوم كي عيطول كي عيطول هي شمسه، فهمت؟ حتى حد ما كان يسب فيه، صحيح مش ناكل في السب. معناها اليوم فهمت علي، وليت ناكل في السب، لقيتها سبين، قعدت ناخذ انا اضحك هكا، باش نعرف شنو نعمل. الشعب التونسي يا خويا نقبلوه من لطيف الكل اللي يسبك يرحم والديه، حتى تمشي في كياس تمشي بشويه واحد يسبك من تالي راه يقلقها. واضح به معناتها عادي السب ولا عادي معناها؟ خلينا من السب، خاطر فئه صغيره تنجم تسب. معناتها الموضوع الكل معناها كي نشوفوا معناتها نلقاو حاجه خديتوها من المنظور الفكاهي، اكيد معناتها حاجه طريفه، دونك باش تعدى فيس على الناس هكا. اكيد يعني قلت لك ديجا، حتى كي نصوروا عملنا نهارين تصوير نضحك. احنا كي نقولوا تعرف نيني تشوف عباد تشرح واحد نيني نيني، حتى اللي كيف يضحك ويشتم، يعني جات مع بعضها تضحك الناس الكل بكاكه، يعني مش شكل تضحك خاطر لازمك تضحك، ها حاجه تضحك، حاجه خارجه بالكدا. حتى لي زكتور اللي معايا يعطيهم الصحه، يعني خدمه مزينه برشا، ليكيب كل خدمه طياره برشا، ماني بحب كيما بضحكه بالهبله اللي تحب انت، ماني مشيت كيما حابين احنا، مشيت صحيحه على الاخر. شنو قالوا لك اقرب الناس ليك مثلا؟ العائله الصغيره والعائله الموسعه؟ ما نعرفش باز اول كومنتير جاك شنو؟ ف
فرحانين تبيع. أنا خاطر ما حبيتش نحكي الدار، ما حبيتش نحكي حتى حد، حبيت غدرتهم بها معناها يعني غدرها العباد الكل بالحكايه فهمت. أنا بنت أختي كلمتني من إيطاليا، تعني تعرفني من إيطاليا صغيرة قد ذاك، تعملني بخشمها هكيت. الحمد لله الصغار كلها فيهم يغنيوا فيه. واضح به. كيفاش تتعامل مع اللي يقزموا؟ معناتها فما برشا باجات رينا كيفاش مثلا تركيب متاع فيديوهات على فيديوهات قديمة على شوية، كيفاش تتعامل معهم؟ عادي عادي ولا ما ثم حتى ولا نضحك، ما يقلقكش؟ نضحك قسما بالله نضحك، نضحك كما يعملوا فيها باش يضحكوا هما، باش يقزموا، باش يقزموني انا مثلا. علاش باش نقزم؟ مانيش بروفيسيونيل، مانيش ممثل كبير، ماني باش يقلقوني. عبد عادي هذاك علاش انا نقعد نغزم. عبد عادي راني وما ثم حتى حد ما نعرفهم، ماني عبد عادي على الاخر، يعني كيفي كي عبد الكل، عبد نورمال. اي هذا هو معناتها اليوم، انت معناتها اليوم كي نحكيو على مش ستار، معناتها مش ستار باش يجي باش نتقلق ولا هذا سبي ولا هذا يركب لي في فيديوهات نقولوا هكا وهكا وفازات نتاع ما قلقنيش ولا ما قلقني جمله. عبد عادي وليت معروف حاليا، في وجهك معروف في تونس الكل، وليت التامبر اللي عملته الكل في الديسكور الكل معروف. معناتها اليوم مكتوبه، معناتها عطاوك تكست مكتوب ولا امبروفيزاسيون انت؟ انا كي وصلت البلاتو عطاني كلمتين اللي باش نقولهم هذوك. تعرفها هني هذيك؟ لا من الاول الغنيه، ما نعرفهاش نبي الغنيه. الغنيه ما تعرفهاش وقت؟ ما نعرفهاش الغنيه ديجا. تونس كان ما تعرفهاش معناها الغنيه، ولا تعرفها؟ والغنيه على فكره عامله اكثر من 10 ملايين مشاهده في الشين نتاع المغنيه المصريه. هاني مبروك عليها. اي كمل احكي لي عادتها. ايه دخلت عطاني، جاني مهدي المخرج قال لي نحب البلاد نتاع شقشوق اللي خاطر خدمنا قبل مع بعض. كان هكاك العمل بدا من الاولى، تعرفها نيني دينا نخدم بشويه بشويه، دينا سهر ربي وجات حاجه مزيانه كيك. انا ما كنتش نعرف حتى شيء، ماشي في بالي حتى شيء. ان شاء الله ان توكا ربي معاك. معناتها اليوم كي نحكيو على نجاح معناتها اعلان تلفزي، هذا الهدف نتاعو. معناتها اليوم كي نحكيو على اعلان يتعدى في التلفزه، انه معناتها الهدف نتاعو انه يوصل للناس الكل. وهذا شنو صار مع عارفك بتكرهيني والببليسيتي هذه الكل. كيف شفت الببليسيتي الاخرين السنه؟ عبي كاستي باللوز و ثم الزامرين، ثم برشا زامرين، برشا يضحكوا. ما نجمش باش نحكم معناها، كان باش نحكم على الببليسيتي الاخرين كيما اي عبد عادي. مانيش انا مؤهل، مانيش بروفيسيونيل، مانيش شكل باش تكنيك امور تكنيك امور حكايات هذوك. ما نجمش انا نحكي نغزر لها كي اي عبد يغزر الببليسيتي الكل. ثم اللي يضحكوا، ثم اللي عاديين، ثم الضامرين. الحمد لله جات نتاعين الحمد لله. به ان شاء الله انتوكا حظ موفق. نذكر اللي بحثنا مختار بسام، دونك الاسم الكامل مختار بسام، 30 سنه، عبد عادي، يلقى روحه معناتها اليوم افيشي في تونس الكل، يحكيوا عليه الناس الكل، الناس الكل تظن في الاعلان اللي عملوا احدى المشغلين تليفونات في تونس. كلموك اذاعات اخرى؟ كلموني، معناتها كلموك برشا اذاعات ونورمالمون معناتها تكون معاهم. معناتها اليوم برشا ناس معناتها تسب فيا انا شخصيا على خاطر باش نجيبك بالحق. معناتها ريت برشا كومنتريت، راهو انسان عادي معناتها، هاو بحذنا مختار انسان عادي يلقى روحه معناها موجود وافيشي في برشا بلايص. معناتها اليوم نحبوا نتعرفوا عليه، تعرفنا عليه معناتها الناس الكل كانت تعرف تصويره بركة. اليوم نعرفوا اسم وصوره، معناتها اليوم تصويره وصوره. دونك مختار بسام 30 سنه، تسكن لهنا في تونس العاصمه، قولي في حي الخضرة. حي الخضرة شو تعمل في الدنيا؟ توا ما نعرف شيء، توا بطل. توا بطل. دونك قريت وتو أكثر من هكا واحد عادي. بطل. أكثر من عادي. أكثر من عادي. كيف الشعب الكل؟ إن شاء الله أنتوكا شو معناتها شو عامل؟ معناتها تنجم، معناتها شو تنجم تخدم؟ أنا كنت نخدم في بروجي. وفي البروجي 4 سنين كنت شوفير في بروجي، وفي البروجي روحوا بلادهم. ما تفهموش باش يعاودوا باش يزيدوا. تخمم باش تمشي للتمثيل ان شاء الله؟
اي تقرا تمثيل و... بهذايا ثم عباد قالت تنجم، ثم عباد نصحتني في الدومين قالوا لي تنجم تعمل تنجم تنجم تنجح، علاش لا تنجم نمشي جات المخي باش ندخل نعم فورماسيون باش نقرا مسرح، باش نقرا مسرح دونك وتنجم بعد ان شاء الله علاش لا ان شاء الله علاش لا تعاود بيب اخرى. كان يكلموك على بيب اخرى ولا يزي لي بيب؟ نعاود تعاود علاش علاش يزي الكاشي كان باهي ولا ما غير ما نقولوه شنو بالضبط؟ لا الحمد لله قد الامباكت ولا ولا اقل برشا من الامباكت. انا وياه متفاهمين وجونا به مرتاحين. قنوع مختار دائما رجلين ولا واضحه ولا جونا به على الاخر الحمد لله. هذا هذا المطلوب بحذنا مختار بسام. هذا 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 هذه الاغنيه كيفاش الاغنيه؟ كنترهين ني 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 مالك حزم يا عين عيني 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 ليه وحط عصفور معناها كل الفازة هاي نشتح له عصفور عصفور يا ذاك غالي. شكرا مختار بسام بالحق نشكرك برشا. شنو تقول للناس اللي اللي تيك توك هو مقلوب على نيني والله ما عندي تيك توك صدق ما عندكش تيك توك جملة؟ ما عندي تيك توك قاعد تشوف الفيدباك ولا معناها قاعدين يبعثوا لي قاعدين يبعثوا لي العباد في البريفي بأصحابي اللي عندهم يشوفوا اللي يجي عنده فيديو قدامهم على نيني يبعثوا لي. كلمتك مولات الغناية الأصلية ولا مازال؟ شايف نمشي لمصر. نشكرك برشا مختار على شكون شنو نخلي كلمة ختام. شنو تقول للناس اللي اللي حبتك الناس اللي ما حبتك شنو تقول لهم الكل معناتها؟ نشكرهم الكل إن شاء الله. نحب نشكر الساعة بالحق اسكندر زوابي صاحبي اللي عرفني بالبرودكسيون بالمخرج بالناس الكل هذوما اللي عليه بالكاستينغ هو البرودكسيون زاد هيثم دربال ومهدي القليبي وخليل هو ايكيب كامله بالرسمي معناها كل 40 سكوند 50 سكوند هذيك خدمنا عليها نهارين نهارين تصوير معناها مش شكل مش هكاك جات الحمد لله. ونشكر العائله الكل كل والعباد اللي ضحكت يرحم والديهم والعباد اللي فرحت يرحم والديهم والعباد اللي سبتني يرحم والديهم زاد خويا يرحم والدينا الناس الكل ويرحم والدينا والديك انت زاد محلك مختار ما عندها بالحق ما عندها الناس الكل تويك والله واجبنا وللامانه كلموه برشا اذاعات بدون ذكر الاسامي برشا اذاعات تحب تجيبوا ولكن هنا تلقى برشا هما بيدهم جماعه الاذاعات اللي يكلموه تلقاهم في كاتبين في فاجات اخرى علاش تجيبونا في مختار معناتها نعرفوا بعضنا مليح دونك مختار بس محلك عايشك اقعد كيما انت اكيد الشهره باش تغريك ولا برجو لي برجو ليه ولا ليه ميسي ليه ولا انا ذاك هو يتصوروا معاك في الشارع ولا يتصور ولا يتصور بيان سي معناتها هذا هذا الامباكت ولا ثم شكون دق لي باب الدار انا شنو معناتها ولا ولا دقوا لي باب الدار حاب نتصوروا صغار ولا كبار صغار وكبار صغار وكبار وانت تو معناتها نورمالمون بطال نورمالمون تصويره باش ثلاثه ولا تنزيدوا 10 حتى 10 10 شكرا لك مختار بسام نجم الاعلانات السنه معناتها باش نسميوك نجم الاعلانات رمضان 2022 شكرا على تلبيه الدعوه ميرسي بوكو راجعين مع بعضنا في سهرين حتى لل 11 تاع الليل يلا راجعين مع بعضنا في سهريننا.